السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا صباح الخير يا مساء العافية على قلوبكم الطيبة، كيف الحال يا حلوات؟ يا رب تكونون بأفضل وأحسن حال إن شاء الله. بشارك معكم الجزء الثاني من سفرتي، لا تنسون اللايك والاشتراك وكومنت لطيف مثلكم الله يسعدكم، مشاهدة ممتعة إن شاء الله. نعود على الكورنيش، نعود على الدمام، مرحلة خاصة من أمس لما تلنا سيدو
وصلنا لنهاية فيديو اليوم، أعتذر منكم يا حلوات لأن الفلوق جدا قصير، لأني ما كنت مخططة أروح الدمام وما رحت أماكن كثيرة، ما رحت لبس محلين وما صورت كثير لأن كنا مستعجلين. وبس يا حلوات لا تنسون اللايك، وكومنت لطيف مثلكم الله يسعدكم. إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله، مع السلامة.